كرم مشروع نسمة أمل الإنساني 250 من أسر شهداء وجرحى الجيش العربي السوري خلال حفل أقامه بدار الأسد للثقافة في مدينة اللاذقية تحت عنوان درع الوطن، تقديرا لتضحياتهم ودفاعا عن سوريا ووحدة ترابها. كرم مشروع نسمة أمل الإنساني 250 من أسر شهداء وجرحى الجيش العربي السوري خلال حفل أقامه بدار الأسد للثقافة في مدينة اللاذقية تحت عنوان درع الوطن، وبحضور فعاليات رسمية ودينية. محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أشار في كلمة له أن البطولات التي يسطرها الجيش العربي السوري وتضحياته تصنع انتصار سوريا في مواجهة أعتى حرب شهدها التاريخ. كرمنا مع الأخ سيد رجل الأعمال الخير مازن الترزي بوجودنا مع أهلنا ذوي الشهداء والجرحى الذين قدموا دماءهم وأرواحهم ليحيى الوطن، وإن شاء الله النصر قريب وقادم بفضل بطولات جيشنا العربي السوري. أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد شريتح لفت إلى أن المعاني السامية للشهادة وعظمتها ومكانة الشهيد، مؤكداً أن السوريين الذين قدموا أغلى التضحيات طوال هذه السنوات يزدادون إصراراً وثباتاً على صنع الانتصار. هكذا هي سوريا، وهكذا هم أبناء سوريا الشرفاء. سنبقى على أرضنا صامدون ممانعون منتصرون بالإرادة الطيبة لأبنائنا الشرفاء وللدماء الطاهرة الذكية التي قدمت على مذبح الوطن حتى تنتصر سوريا، وهذا ما نثق به وسأحتفل به قريبا إن شاء الله مع جيشنا الباسل وقائدنا الرمز السيد رئيس بشار أسد حماه وحفظه الله. كما أكد مؤسس مشروع نسمة أمل الإنساني المغترب السوري مازن الترزي أن السوريين يستمدون من صمود أسر الشهداء والجرحى والإصرار والثبات في سبيل تحرير سوريا من رجس الإرهاب. بتشرف بوجودي بين أهل الشهداء أهالي الشهداء وبين جرحى جيشنا العربي السوري، لأنهم هن الفخر والعز اللي من وراهم نحن بنستمد القوة، ومنهم من دماء شهدائنا نحن اليوم شامخين ورافعين الرأس بقيادة الدكتور بشار الأسد. تكريم اليوم فعالية درع الوطن هي من دمشق الشهر 2 كرمنا 350 مصاب بدمشق، وحبينا نكملها بالمحافظات. حتكون درع الوطن بلشنا هلأ العدقية، حنكرم بحدود 250 مكرم، وبعدين طرطوس كمان 250، وبعدين حمص. طبعا هذا التكريم فرصة لنا لحتى نحن نعطي وطننا أكثر، نكون على قدر محبة الوطن. أنا بفتخر بهالتكريم وبشكر القائمين على، والله يرحم جميع الشهداء ويحمي السيد الرئيس. نحن بنشكر مشروع نسمة أمل والناس القيمة على هيك مشروع إنساني. الله يرحم شهدائنا ويشفي الجرحى وينصر بلدنا وقائدنا سوريا، ونشكر كل من ساهم في هذا الاحتفال والتكريم، وإن شاء الله ما بيزيدنا إلا قوة وصمود، وإن شاء الله سوريا منتصرة بإذن الله وبصمود وصمود شعبها والتفافة حول قيادتها وقائدنا. تخلل حفل التكريم عرض فيلم وثائقي عن المشروع والأعمال الإنسانية التي أنجزها مشروع نسمة أمل في إطار دعمه لذوي الشهداء والجرحى في الجيش العربي السوري. أقامت جمعية صامدون رغم الجراح لدعم جرحى الجيش العربي السوري يوم عمل طوعي في مدينة سلحب تحت عنوان رسالة للإنسانية. تحت عنوان رسالة للإنسانية أقامت جمعية صامدون رغم الجراح لدعم جرحى الجيش العربي السوري يوم عمل تطوعي بمشفى الشهيد صالح عبد الهادي حيدر في مدينة سلحب. شارك بالفعالية أكثر من 75 جريح من جرحى الجيش العربي السوري ممن تعرضوا لعدة إصابات بالغة، في رسالة مفادها أن السوريين رغم ما يحملوه من جراح وألم كانت إرادة الحياة عنواناً لهم، في مشهد لطالما أكد أن السوريين يحملون الخير والإنسانية للناس جميعاً. أحمد الله وأشكره على ضمائر حرة فدت وطنها بأنفسهم
ونسأله تعالى ولا نسأل سواه أن يكللنا جميعا بمكارم الأخلاق التي أتى من أجلها الرسول صلوات الله عليه وآله، إنما بعث وتمك الأخلاق. مثل ما في يوم ليام قدمنا شيء للبلد، دافعنا عن البلد ضد المعتدي الغادر، حبينا اليوم نشارك بنهار عمل طوعي بالمشفى الضخم اللي عم تبنى بأيادي السوريين الشرفاء، ونكون نقدم كجرحى ضمن إمكانياتنا بنهار عمل طوعي، شهل فينا علينا نساهم مع أخوتنا الموجودين هون، لأنه المشفى هذه ما تبنى بأيادي السوريين لكل السوريين. نحن حاربنا ناس ضد محارب الإنسانية، ونحن جراحنا كانت مشال الإنسانية، والمشفى هي دليل الإنسانية، ونحن جايين نكفي إنسانيتنا ونشارك بتعمير المشفى. رسالتنا واضحة، نحن ما لنا عايزين، وعقولنا معنا، وراح نصمد ونرجع نوقف مثل الأول وندافع على الوطن. جايين نساعد بإنشاء هذا المشفى مشان نأكد على إنسانيتنا ومشان نتحرر الإرهاب من أرضنا، من كل شيء، من أرض سوريا. صامدون رغم جراح ورغم كل شيء، راح نوقف ونبني هالوطن، وإن شاء الله راجعين على المعركة. يذكر أن مشفى الشهيد صالح عبد الهادي حيدر يبنى من خلال العمل الشعبي، وقد وصل العمل به إلى 60% من إنجاز الكتلة الرئيسية الطابقية ومبنى العيادات، وهو بالكامل من تبرع أهل البر والإحسان، ومشهد آخر من مشاهد إرادة الحياة لدى السوريين. نفذ أعضاء المنظمات الطلابية وحشد من أبناء حلب وقفة تضامنية مع أسرى فلسطين والجولان داخل سجون الاحتلال الصهيوني، وذلك أمام مقر اتحاد الطلبة العرب في جامعة حلب. نفذ أعضاء المنظمات الطلابية وحشد من أبناء حلب وقفة تضامنية مع أسرى فلسطين والجولان داخل سجون الاحتلال الصهيوني أمام مقر اتحاد الطلبة العرب في جامعة حلب. المتضامنون رفعوا صورا للأسرى وعبارات دعت خلالها لضرورة تحرك الأمتين الإسلامية والعربية للوقوف في وجه الممارسات الصهيونية بحق أهلنا في الجولان والأراضي المحتلة بما فيها قضية الأسرى. الأسرى عنا من الشعب العربي الفلسطيني وشعبنا وأخوتنا في الجولان، أولاد سوريا أيضا، هن عم بيكملوا المعركة، هي معركة الأمعاء الخاوية، هاي المعركة بحاجة لنساندها ونقويها، لأنه هاي المعركة هي أيضا تكمل المعركة ضد العدوان الصهيوني. الصمود الذي يجسده الآن الأسرى العرب داخل السجون الصهيونية تتطلب منا في أقل القليل هذه الوقفة، هذا التضامن من أجلهم ومن أجل الوقوف والدعم لهذا الموقف القوي الذي يعبر عنه المواطن العربي حتى وإن كان معتقلا داخل السجون. يجب وبصرخة عالية أن نسمع ويسمع نداء الأسرى الفلسطينيين في السجون الاحتلال، هؤلاء الأسرى الذين يدافعون عن شرف الأمة العربية ويحاربون الاحتلال ببطون خاوية بجوعهم، ليثبتوا للعالم أن قضية فلسطين قضية حية. رسالة واضحة للجميع أن لابد لكنس هذا الاحتلال وطرده من الأراضي العربية المحتلة، وأن سيأتي يوم وتطلق الحرية باتجاه النضال الشعب الفلسطيني للمشارك جميعا بالتضامن والوقوف إلى جانب هذه الحركة الأسيرة التي تعتبر جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية. يوم 17 من نيسان من كل عام يوم الأسير العالمي. أسرانا العرب والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بأمعائهم الخاوية يصوبون المسار ويقولون أن فلسطين هي قطب الرحى وحجر الزاوية، وفلسطين هي الأولوية، بأجسادهم العارية وبأمعائهم الخاوية يقولون للأمة تلك هي البوصلة، فلسطين هي البوصلة، وفلسطين هي القضية المركزية. الوجوه الشابة التي تراها الآن تبشر بالخير للمستقبل، هذه وجوه الليمون الذي تحدث عنها الشاعر العربي عندما قال كل ليمونة ستنجو طفلا ومحال أن ينتهي الليمون. سوف يكون في كل ليمونة بندقية، سيكون في كل ليمونة قلم، سيكون هناك صمود، سيكون هناك أمعاء خاوية، سيكون هناك انتصار على أراضي الجغرافيا العربية. المشاركون أكدوا وقوفهم مع الأسرى في معركة البطون الخاوية الهادفة للضغط على العدو في تغيير سياسته الهمجية،
كما حيوا سوريا أرضا وشعبا وقائدا على المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية في ظل تواطؤ الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني ضد القضية العادلة. جلى محافظ السويداء عامر العشي على عدد من المشاريع الخدمية ودعا لرفع وتيرة العمل والإسراع في إنجاز المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة. الإسراع في إنجاز المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة السويداء ورفع وتيرة العمل فيها لوضعها في الاستثمار خلال الفترة القريبة القادمة، أهم أكد عليه محافظ السويداء عامر العشي خلال جولته على عدد من المشاريع والتي لم تدخل في الخدمة رغم الجولات المتكررة والوعود الكثيرة من الجهات المنفذة لهذه المشاريع بقرب انتهائها. مشروع ضخم يضم 5000 شقة وحاليا ينفذ منه جزيرتين، الجزيرة الأولى تنفذ من قبل فرع البناء والتعمير والجزيرة الثانية من قبل الإسكان العسكري، وتضم أبراج عدد الشقق فيها بحدود 624 شقة، والمشروع الجزيرة الأولى بضم 240 شقة. هذه المشاريع المتعطلة والكانت متعسرة لأسباب عديدة وأهمها فروق الأسعار، نحن اليوم منذ البداية بدأنا بمتابعة هذه المشاريع المتوقفة والمتعسرة للانطلاق بها من خلال التعاون مع الحكومة ومن خلال إيجاد الأموال نتيجة فروق الأسعار. الجولة شملت سوق الهال ومبنى قصر العدل الجديد والسكن الشبابي ومشفى شهبة، حيث تم الاستطلاع من خلالها على المشاكل والصعوبات والحلول المقترحة في تسريع إدخال هذه المشاريع المؤجلة في الخدمة. المشروع مع بداية تنظيم المخطط التنظيمي كاملا، هذا الحكي بال 2011 كان في عنا مراسلات وكتب نظامي وبتحبوا طبعا تطلعوا عليها كاملة، موضوع الكهرباء منين بدنا نغذي، موضوع المي منين بدنا نغذي، وموضوع الصرف الصحي، تمام؟ هذا أول شيء. فبال 2011 كانت لسه الحرب ما بلشت أو كانت يعني أمورنا جيدة، فكان في عنا عدة خطوط محيطة بالمنطقة بتغذي شهبة وكانت قابلة للتطوير، وعلى أساسها كان سحب والمخططات موجودة، سحب الكهرباء من خط مغذي لشهبة وقنوات، المياه نفس الشيء، فكانت مؤمنة. لكن اجينا هلأ بعد سنين الحرب، هاي الست سنوات حرب، فاجينا انه المناطق اساسا الخطوط اللي اعتمدنا عليها اولا صار فيها بدها صيانة اكثر، ثانيا الكمية غير كافية. يبقى ابناء محافظة السويداء بانتظار هذه الوعود وحل كل الصعوبات للنهوض بواقع مدينتهم وتقديم خدمات افضل من شأنها تعزيز صمود ابنائها. أقامت الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية بالقامشلي احتفالية بالذكرى المئوية للإبادة الجماعية التي ارتكبتها الأيادي العثمانية. بنشيد الوطن والوقوف دقيقة صمت لأرواح الشهداء، بدأت الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية بالقامشلي احتفاليتها بالذكرى المئوية للإبادة الجماعية التي ارتكبتها الأيادي العثمانية. إبادة أرادوا منها محو الأرمن تاريخا وثقافة من الوجود، لكنهم لم ولن يستطيعوا، هجرونا إلى كافة أنحاء العالم، وكانت الأم سوريا الدولة المستضيفة الحاضنة لنا، واليوم العثمانيون الجدد يقتلون بإخوتنا السوريين ونحن منهم ومعهم ندافع عن أرضنا. إن الأرمن جذورهم من جذور تورغوما في مذكور في الكتاب المقدس، وجنة عدن كانت موجودة في أرمينيا، ونهرين دجلة والفرات ينبعان من جبل أرارات، وأرمينيا في البداية إمبراطورية عثمانية كان مساحتها 300 ألف كيلومتر، والإبادة أرمينية تعني قضاء على الشعب نهائيا، وليست مجزرة وليست جريمة، جريمة هي جريمة قتل، وإنما الإبادة تعني في اللغة العربية تعني قضاء على الشعب نهائيا أو طائفة أو قتل أمة. والأرمن كانوا منتشرين في مساحة 300 ألف كيلومتر، والإبادة حدثت
سنة 1886-87، ولكن في مساء 24 نيسان حدثت إبادة أرمنية وراح ضحيتها أكثر من 2,000,000. والأرمن حاليا منتشرين إلى جميع أنحاء العالم، وبعد الإبادة الأرمن جاءوا إلى ديرزور، حسكة، قامشلي، لاتقية، راس العين، ديريك كلها. والأرمن في سوريا هم ليست غرباء، وإنما أرمن سوريا هي ليست وطنا نعيش فينا، وإنما سوريا يعيش فينا. سوريا احتضنتنا كأم. من هذا المكان المقدس في كنيسة أحبائنا وأشقائنا الأرمن أرثوذكس هنا في القامشلي، نرفع أسمى آميات المحبة لشهدائنا الذين استشهدوا في مذابح الأرمن ومذابح السريان ومذابح التي صارت في سوريا على يد العثمانيين الجدد من أردوغان وأتباعه. العثمانيين القدم ذبحوا أجدادنا، واليوم أردوغان وأتباعه يقتلون السوريين بدم بارد. اليوم التاريخ يعيد نفسه بعد 102، ولكن شعبنا الأرمني وشعبنا السرياني دائما مو ننزل واطية أبدا إلا للسيد المسيح. نحن شعب كرامتنا فوق كل شيء، والبلد اللي عم نعيش فيه سوريا، ونقوله دائما تحيا سوريا بشعبها بأبنائها بقيادتها بجيشها الباسل اللي عم يضحي بكل غالي ونفيس من أجل حمايتنا، لأن لولا الجيش العربي السوري لما كنا عايشين. سوريا باقون، وسنواجه الإرهاب بكل أشكاله، ونتمنى الأمان والسلام والخير لبلدنا العزيز. نحيي ذكرى شهداء أرمينيا الذين منذ 100 عام ونيف ضحوا بأرواحهم في سبيل أن نبقى نحن، في سبيل أن يستمر الجيل الأرمني. وأبيد على يد عدو لم يعرف رحمة ولم يعرف ذرة إنسانية، ولكن في كل مصيبة تحل بالبشرية هناك مخلص، وكانت سوريا مخلصنا، كانت سوريا حاميتنا، حاضنتنا، أمنا التي فتحت لنا أبوابها، شرعت قلوبها لكي تضمنا لنستمر ونبقى ونساهم في بنائها. واليوم سوريا الحبيبة تتعرض إلى إرهاب يشابه ما تعرضنا له منذ 100 عام، لأن التاريخ يعيد نفسه للأسف في هذه الأرض المقدسة. حضر الاحتفالية راهب مطرانية الأرمن بالقامشلي، معه مطران السريان الأرثوذكس بالقامشلي أيضا، وتضمنت الاحتفالية عدة فقرات فنية وثقافية. نحن نتمنى من هذه الأيدي السوداء أن تسحب يدها من بلدنا الحبيب سوريا، بلدنا جميعا. أنذاك الأتراك كشروا أن أنيابهم، هجروا وقتلوا أكثر من 2,000,000 أرمني، واقتلعوا جذور الأرمن من وطنهم الأم، فتشرد الأرمن في عالم كله، وكان نصيب سوريا العدد الأكبر من الأرمن الذين أتوا إلى سوريا، حفاة، عراة، جرحى، مرضى، ولكن الشعب العربي السوري في سوريا احتضن هؤلاء الأرمن، احتضنهم كأهل، كأخوة، كشركاء في العمر. أرضنا عرضنا، بدون شهادة لا يمكن أن نحافظ على حقوقنا أو نصونها أو نسترجع هاي الحقوق. نحن أرمن عرب وجميع الأقليات والأكثريات في سوريا نعاهد أنه بدمائنا وبأرواحنا راح نحافظ على أرض سوريا اللي هي عرضنا. رغم أننا قلة لكننا رمال تبني سوريا، رغم أننا قلة لكننا حجارة تزين سوريا، ورغم أننا قلة لكننا نحمي مع إخوتنا أرض سوريا.